من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم، ثلاث أقسم عليهم، قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلما صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهم، معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على هذه الأمور ثلاثة التي سوف يذكرها. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليها هو تأكيد منه على أهميتها، تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أهميتها، فهو أراد من خلال هذا القسم ومن خلال هذا التأكيد أن ينبه الصحابة رضوان الله عليهم على هذه المسائل الثلاث. الأمر الثالث الذي ذكر في الحديث قال: ولا فتح عبد باب مسألة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر. وهذا فيه بيان ذم المسألة، أن الإنسان يسأل الناس، ففيه ذم المسألة، خصوصا إذا كان الإنسان معنى ميسور الحال ومش قانع، كما نرى بعض الناس تلقاه ميسور الحال ومش قانع، وتلقاه يطمع فيما عند الناس ويسأل الناس، حتى بعض المرات يحرج الناس بسؤالهم. فالإنسان إذا فتح على نفسه باب المسألة فإنه يفتح على نفسه باب الفقر. على كل ما تسأل الناس ويعطوك كلما زادك الله عز وجل فقرا بذلك. ما يقنعش الإنسان، ما يقنعش بهذا الأمر، هذا يعتبر كأنه بمثابة مرض نفسي في بعض الناس.